السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم مزيانين وصحه جيده ان شاء الله. بغيت نشارك معكم هذا الفيديو. اليوم مشيت عند الدونتيست كيف ما كتشوفوا، ومع كورونا كل شيء خاوي، يعني ما كتلقايش بنادم سحام ولا، يعني كيخصك تكوني بوحديتك في لاصال. كيف ما كتشوفوا لاصال خاويه غير انا اللي فيها. ايوا الصراحه ما كنحملش الدونتيست، قاعده حاجه عندي، ولكن ما عندنا ما نديرو، الصبر ضروري، كتجي شي مره اللي ضروري خاصك تمشي ليه. بغيت نشارك معكم غديوه ديالي خفيفه ظريفه من بعد ما رجعت من الدونتيست، وراكم عارفين يعني انسان كيرجع ما عندوش، ما كيكون فيه الحريق وما عندوش القانه باش يدير شي حاجه اللي يعني فيه كيخصها الوقت وديك الشيء. كيف ما شفتوا غير فخيضات ديال الدجاج اللي صوبت، خلطتهم مع الخضرة ودرتهم في الفران. صراحة كيجيو بنانين وزويونين، ودغيا دغيا ساهلين في التوجد ديالهم، ما كيطلبوش الوقت بزاف. ولا كيف ما شفتوا خديت الصينية اللي كتدخل الفرن، قطعت فيها بصلة، راني دايره بصلة من تحت، ودرت الشيفلور، مطيشة، البطاطا، الخيزو، يعني الخضرة اللي عندي كاملة درتها خلطتها. انتوما اللي عندكم شي خضرة اخرى يعني يمكن لكم تزيدوها، ما كاين حتى شي مشكل. كيف ما شفتوا قطعتها وضفتها كاملة، وكنضيف عاد عليها العطرية ديالها. اصلا الخضر باش ناكلوهم راهم صحيين ولذادين الصراحة. وهذه دغيا دغيا يعني دغيا دغيا طابت غدا ديال ماشي المعاكيز، ولكن غدا ديال دغيا دغيا. هنا خديت الفخيضات ديالي، درت لهم شويه ديال الابزار والسكنجبير، شويه ديال القزبر يابس، شويه ديال الثومه حتى هي يابسه. اللي ما عندوش ثومه يابسه يمكن له يدير الثومه العاديه. هما ديجا انا كنرقدهم بالملحه، كنغسلهم ونرقدهم في الملحه والحامض، يعني درت شويش د الملحه باش ما يجينيش الطاجين ديالي مالح. ودرت لهم شويش ديال الخرقوم، هادشي وشويش ديال السكنجبير، هادو هما العطريه اللي درت فيهم. وفعوت انا ما ندير الملحه، يعني درت غير شي شويه وزدت، ضفت عليه كنور واحد عادي، فرتته وخلطته مع ديك مع العطريه وضفته عليهم. هنايا خديت هذوك الفخيضات ديالي، كنستفهم فوق اللاطه فوق الخضره، كنستفهم كاملين. يعني جاوا دادين ودغيا دغيا، ما كيطلبوش شي جهد، ما كيطلبوش الوقت بزاف باش يطيبوا، يعني دغيا دغيا كيوجدوا. من بعد ما استفتهم كتبقى لي ديك شويش ديال لاصوص، زدت عليها نص كاس ديال الماء. راه ديجا صورت ولكن ما عرفتش واش تمسح ليا ولا ما عرفتش، المهم فين مشى لي. زدت عليهم ديك نص كاس ديال الماء وكبي خلطته مع ديك لاصوص اللي بقى، وكبيته على الخضره كامله، ومن بعد غلفته ودخلته للفران. من بعد ما طاب هذه هي النتيجه النهائيه ديال الفخيضات بالخضره ديالنا. كيف ما كتشوفوا كيجيو لذاد الصراحه وزوينين، ما تشبعوا شي منهم. هذه كيكه صوبتها هنيت ديك النهار، ولكن مع الاسف ما كنت شويه مقلقه وما قدرش انني نصورها معكم. ان شاء الله المره الجايه هذه نصورها، وكنتمنى ان شاء الله تعجبكم. وهادي نشارك معكم مقتطفات من عيد ميلاد ولدي منين دار عام، غير بعض المقتطفات وصافي شي شويه، غير باش يكون الفيديو شويه منوع وما تملوش منه.
هادو مقتطفات ديال عيد الميلاد ديال الابن ديالي ودرت له في المغرب ماشي هنا في ايطاليا، وقلت نشارك معكم حيت اصلا ما صورتش، ما درتش يعني ما كنتش ما درتلوش يعني مصورت له الحفله كامله، غير شي بعض المقتطفات باش شاركتهم معكم. ودابا غادي نشارك معكم العشاء ديالي. النيت حتى هو خفيف بالزربه كيوجد، هذه من كنكون معكازه ما فيا منصوب لاباط ديال البيتزا، كناخذ هاد لاباط ديال البيتزا من ليدل، كناخذها واجده الصراحه، وماشي مره ماشي جوج، وزوينه الصراحه كتستاهل. كدير شي ما عقلتش بالضبط واش اورو ناس ولا، المهم ما كاملاش جوج ديال الاورو، وزويونه الصراحه مجرباها ومعاوده بزاف ديال المرات، يعني جربت وعاودت، يعني كنديرها ديما ما كتخطانيش، ديما عندي في الثلاجه، من كنحصل ما كنلقى ما ندير مثلا في العشاء ولا، هي كتفكني في البلاصه كنصوبها. يعني كيف ما كتشوفوا راه كبيره ماشي صغيره بالنسبه انا وراجلي ووليداتي، تبارك الله كنتعشاو بها راه مزيانه. كيف ما شفتوا كناخذ اصلا هاد مطيشه حتى هي من ليدل مصوبه بالبازيليك، كتعجبني زوينه، كيكون فيها واحد اللوغو حتى هي زوين. هاد الايام كانوا ما جابوهاش تقريبا شي سيمانه، عمرها صراحه ما تقطعات، ولكن هذه السيمانه هذه اللي فاتت ما جابوهاش، يلا جابها هاد النهار راجلي من مشى لقاها وجابها ليا، يعني كيجيب لي غير ديك العاديه، لكن من ردوها يعني جاب لي بزايد زوينه، هي ديك لوغو البازيليك كيعطي مع البيتزا واحد لوغو زوين. كيف ما شفتوا محتاجيت انني لا نطيبها لا والو، ديريكت خويتها وكطيب يعني مع العجينه مع كل شيء، ماشي بحال مطيشه الاخرى العاديه كيخصك تطيبيها وهذه، وعاد يمكن تنزليها من فوق لاباط، هذه ديريكت انا كنحطها هكاك ما طايباش. كناخذ الزعتر ضروري، انا كيحمقني الزعتر نديرو في اي حاجه، سواء في لاباط سواء في الدجاج محمر، في اي حاجه كيعجبني ندير الزعتر، وبالخصوص البيتزا ضروري ما نديرو فيها الزعتر. ضفتو على مطيشه كما كتشوفوا، وخديت القوق اللي حتى هو خديته من ليدل، بالنسبه اللي كيعجبو يدير القوق في البيتزا، انا ما كيعجبنيش الصراحه نديرو بزاف قليل، من كنتشهى عاد كنديرو في البيتزا، ما كيعجبنيش نديرو بزاف. كيف ما شفتوا كننزل الطريفه ديال القوق عشوائيا، من بعد ناخذ الطون، هذه نضيف عليها الطون، اصلا الطون والفونغي الفونغي هو شامبينيون كيجي مع القوق، كيجي في البيتزا زويون. انا خلطت هاد المكونات بثلاثه، يعني درت فيها الطون والفونغي والقوق، وزدت عليها الزيتون، بالنسبه للزيتون يعني اللي بغى يديرو يديرو سواء كحل ولا ابيض اللي كان متوفر. هذه هاد الشامبينيون لي ديال شامبينيون معلب كيكون ديجا مرقد في الزيت، واللي عنده شامبينيون طري من الاحسن، حتى هو كيجي لوغو ديالو حسن كاع من هاد المعلب،
أفضل، يعني اللي عنده يديره هو أحسن. أنا بالنسبة متوفر عندي غير هذا ديال المعلبات، وعندي ديال النيس إما كيكون هكا في الطاسات أو في قرعة، عندي تا في قرعة كبيرة كيكون مرقاد مع الأعشاب وديك شي تهو زويون. أما الطري ما عنديش، ما متوفرش. انتما كيف ما شفتوا زدت ضفت عليها الزيتون بلا عدم خضر، ديروا عليها الزيتون كحل ولا اللي بغيتوا، لكم الاختيار. اللي كتعجبوا البصله يمكنلوش البصيله يديرها رقيقه، حتى هي البصله مع الطون كتجي زوينه في البيتزا، فانا كتعجبني على ود ولادي باش ما درتهاش، كتعطي حتى هي واحد اللوكو زوين. عاوتاني هذه نضيف الزعتر، راه قلت لكم كيعجبني الزعتر بزاف. صافي من بعد كندخلها طيب دغيا دغيا، ما كملاش حتى ربع ساعة كتكون ديجا طابت. هنايا كندير عليها الموتزاريلا، واللي عنده الفرماج الاحمر يضيف حتى الفرماج الاحمر. انا نورمالمون كنخلط كندير الموتزاريلا وفرماج الاحمر، ودابا ما عنديش فرماج الاحمر، درت غير موتزاريلا بوحديتها، حتى هي كتجي زوينه. وبهذا كنكون ساليت الفيديو ديالي، وكنتمنى ان هذا الروتين ديال هذا النهار يكون عجبكم، والوصفات اللي قدمت معاكم تكون استفدتوا منها وعجباتكم. وما تنساوش ما تبخلوش عليا الا عجبكم لا فيديو، ما تبخلوش عليا بلا جيم ولي كومونتير زوينه. وكنشكركم كاملين جميع المتتبعين ديالي الاوفياء، وكنقول لكم الى فيديو لاحق ان شاء الله. وشكرا لكم، شكرا جزيلا الشكر، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.